أنا عندي حلم، وأكيد في يوم هقدر وطول أبعد سما. أنا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة. بحلم يكون ليا كيان واخد مكان واوصل لأحلام، إنما الشمس نورها عشان تبان لازم الدنيا يكون أهله مظلمة. المستحيل وهم في خيال، كل اللي سابه القطر فات، بس اللي يتعب في الزمان ده بكرة يعمل المعجزات. صباح الخير مشاهدينا، صباح السعادة والأمل والتفاؤل. وأولى فقراتنا فقرة أنت تقدر. طبعاً أنا بصراحة حبيت أن أنا أبدأ فقرة أنت تقدر أول فقراتنا كنوع من أنواع البهجة والسرور والرياضة والفنون. وطبعاً بنرحب بضيوفنا اللي مشرفينا، أولاً كابتن محمد شعبان أبو المجد، مدرب أكاديمية الدراويش بمحافظة الشرقية. مرحب بحضرتك يا كابتن. والفنانة الجميلة، الفنانة التشكيلية الجميلة ندى فرج. مرحبا بك يا ندى. وطبعا أطفالنا الجمال أبطال أكاديمية الدراويش، أحمد ومصطفى وكريم. مرحبا بكم. طبعا كابتن محمد، حابة أن أنا أبدأ مع حضرتك. عارفين طبعا أن مجال كرة القدم ما شاء الله قد ايه جميل، ويعني قد ايه بيبقى ممتع، يعني زي ما بيقال يعني الساحره المستديره. انا حابه اسال حضرتك في البدايه، ايه الاساسيات اللي انتم بتستخدموها مثلا في الاكاديميه مثلا للتدريب او لتاهيل الاطفال للبطولات او كده؟ والله اولا انا اسمي الكابتن محمد شعبان ابو المجد، مدرب نجم شرقيه. عندنا اكاديميه الدراويش، عندي 3 فروع في محافظه الشرقيه. الـ3 فروع انا يعني مثلا انا باخد اللاعب بعلمه، قبل ما اعلمه الرياضه بعلمه الاخلاق. طبعا لان الرياضه اخلاق، بعلمه الاخلاق وبعلمه الصلاه وبعلمه الالتزام، بعلمه يذاكر ازاي، يحضر دروسه ازاي، اعلمه بقرب من ربنا ازاي. يعني زي المدرس مثلا بيعلم الولد، بيعلم الطالب في المدرسه، يعني بيعلمه حاجات، يعني بيعلمه حاجات دينيه. تمام. يعني وبيعلمه كل حاجه صح. انا عندي برضك الكوره، قبل ما اعلمه لعب الكوره بكون علمته الالتزام في كل حاجه. يعني مثلا يا كابتن محمد، كتير من يعني مثلا من الاباء او الامهات او يعني المجتمع عموما يعني يفتكر ده كره القدم دي بتضيع المستقبل، دي مثلا بتشغل مثلا الاولاد عن دراستهم او كده. فما شاء الله يعني انه حضرتك بتتكلم في النقطه دي، ازاي بقى مثلا يعني بعد كده مثلا ايه الخطوات؟ هل مثلا بيبقى بتبداوا مثلا من سن معين؟ والله انا عندنا في الاكاديميه ببدا من 8 سنين لغايه 20 سنه، ده عندنا في الاكاديميه. وبعدين الرياضه اصلا والكره عامه ده يعني ايه، اي واحد بيودي ابنه عايز، مش عايز يعلم ابنه بس، لا ده عايز ده مستقبله. يعني زي مثلا النهارده مثلا الواحد يكون عنده ابنه بيخليه ياخد دروس ويخليه يذاكر عشان يجيب مجموع كويس ويدخله كليه الشرطه كليه الحربيه زي ما تيجي، لا برضك في الكوره بيلتزم برضك في الكوره ويتمرن ويتعب وربنا بيديله على قد تعبه لان ده مستقبله فيما بعد. طبعا طبعا. طيب يعني لو رحنا بقى لاطفالنا الجمال، انت احمد صح؟ كلمنا بقى يا احمد، عرف نفسك للمشاهدين وايه اكتر البطولات اللي انت خدتها؟ سلامة. ايوه اتكلم. انا اسمي احمد السيد محمد فاضل من ديار بنجم الشرقيه. انا جاي النهارده مع الكابتن اتكلم على ان هو بيسفرنا وكان ودينا اسبانيا على حسابه، كله ما بندفعش فلوس. بتروح اسبانيا؟ هنروح ان شاء الله في شهر 2. ان شاء الله تروح اسبانيا ان شاء الله في بطوله؟ في بطوله هناك برضو، هنروح الغردقه نختبر هناك، لو ربنا وفقنا نروح اسبانيا نختبر تاني هناك، ولو ربنا وفقنا بقى نقعد هناك، لو ما وفقناش بنرجع تاني. لا ان شاء الله ربنا هيوفقنا ان شاء الله، علشان اللي هو لكل مجتهد النصيب، واحنا وشنا هيكون حلو عليكم باذن الله. طيب يا كريم بقى، ايه مكسوف يعني مثلا؟ كلمنا بقى يا كريم، بدات من امتى؟ دخلت مع كابتن محمد من امتى؟ وانت عندك كام سنه؟ اولا انت عندك كام سنه؟ طب اتكلم في المايك. ما تتكسفش يا كريم اتكلم. ها دخلت وانت عندك 10 سنين؟ طيب انت برضو من ضمن البطوله بتاع اسبانيا؟ وايه طيب كلمنا طيب. اتكلم ليه الكوره؟ مش معنى الكوره هي اكتر مثلا حاجه بتحبها؟
ايه؟ طب ادي لمصطفى بقى انت عشان تفوق شويه من الصدى، انا قلت حاجه غلط طيب؟ كلمنا بقى يا مصطفى، انت شك انت اولا عندك كام سنه؟ 12 سنه. 12 سنه ما شاء الله. في سنه الصف الكام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. كلمنا بقى يا مصطفى، بدات من امتى مع كابتن محمد؟ بدات مع الكابتن محمد وانا عندي 11 سنه، دربت معاك اول ما رحت التمرين ما كنت لسه رايح مبتدئ برضه. كابتن محمد قال التمرين حلو كده، استمريت معاه لحد ما كان عندي 12 سنه وعملت. هو من ودينا برضو وكان معانا معسكر من اسبوع في سفاجه، وقبلها كان معسكر في اسكندريه دلوقتي برضو غدا مسافرين برضو اسكندريه في المعسكر. كان هو مهتم بينا وبيعمل تمرينات عليه. طيب قول لي بقى يا مصطفى، يعني هل الكوره بس بصراحه كده، هل الكوره مثلا او التمارين او المعسكرات اللي انتوا بتطلعوها يعني بتخليكم شويه ان انتوا تنشغلوا عن المذاكره، ولا انتوا بتحاولوا ان انتوا توفقوا؟ بنحاول احنا نوفق في الاثنين. تمام. طب مين بيشجعك بقى في البيت؟ مين اللي معاك كده ونفسه ان يشوفك حاجه؟ ماما وبابا ومحمد اخويا احمد اخويا. طب لو اتكلمنا بقى على القدوه اللي ليك في كره القدم، هتبقى مين؟ نفسك تبقى زي مين كده؟ اكتر لاعب بتحبه مثلا؟ رحيم ستيرلينج. ليه؟ رحيم ستيرلينج. تمام. طيب من الكوره بقى للفنانه الجميله ندى فرج، يا ريس يا جماعه لو نعرض التقرير طبعا لفنانتنا الجميله. كلمينا اول حاجه ندى يعني عنك شويه. اول حاجه انا بشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل ده. بجد انا فخوره جدا جدا ان معاكي النهارده في برنامج يوم في الخير. بجد احنا اللي فخورين يا ندى، وان شاء الله ان شاء الله وش يوم في الخير هيبقى حلو عليكي وتبقي اكبر فنانه تشكيليه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كلمينا يا ندى بقى، ابتديتي من امتى الموهبه بتاعتك؟ اي والله انا بادئه ارسم من وانا في اولى ابتدائي تقريبا او اصغر كمان. كنت برسم وبمثل في نفس الوقت تبع مسرحيات في المدرسه وكده، وبدات ارسم بس ما كنتش نميت الموهبه دي. وبصراحه الدرس اللي انا اتعلمته من الحياه ان الانسان اللي عنده موهبه لابد ان ينميها او يثقلها بالعلم، لان الموهبه بدون علم ما تسواش اي حاجه بصراحه. تمام. ما شاء الله يعني الحمد لله. ما شاء الله. يا ريت يا جماعه طيب لو نعرض الصور كان معانا ما شاء الله، ورينا برضو الرسومات اللي معاكي كده. انا بس حابه اسالك بقى، هل الرسومات اللي انت بتبقي رسمها انت مثلا بتبقى من وحي خيالك، ولا مثلا انت بتحبيها عشان خاطر انت حساها او انت بتحبي الشخصيات دي بالفعل؟ لا هو مش كل الشخصيات اللي انا عارفاها برسمها. يعني زي اسماعيل ياسين ده انا بحبه جدا. جدا، فعشان كده انا رسمته. وفي شخصيات تانية طبعا. في شخصيات تانية برسمها بس انا مش عارفاها قوي، بس انا حساها وشايفاها حلوه جدا. هي طبعا الصور معانا. طب كلمينا يا ندى كده مثلا، يعني ممكن ياخد منك وقت قد ايه الرسمه مثلا، تطلع معاكي في وقت قد ايه؟ والله على حسب. يعني في رسمه بيبقى فيها تجاعيد، يعني الشعراوي انا لسه ما خلصتوش، بادئه فيه بقالي اسبوع بالظبط. ما شاء الله. الرسومات اللي زي دي كده ما فيش فيها تفاصيل كتير، بقعد فيها مثلا يوم ممكن 7 ساعات. مش بكمل. تمام. طيب لو رجعنا تاني بقى لكابتن محمد، يعني ما شاء الله الاطفال بتتكلم على معسكرات ورحلات لاسبانيا او كده، يعني كلمنا يعني يا كابتن على مثلا اهم البطولات اللي دخلتوها او اهم البطولات او المسابقات اللي انتوا داخلين عليها يعني. والله انا دخلت بطوله بردك من فتره كده، من يوم شهرين دخلت بطوله في نادي اتحاد الشرطه الرياضي، كانت وزاره الداخليه هي اللي هي مع البطوله ديت. صعدت للمباراه النهائيه واتسحبت في المباراه النهائيه، ما كملتش يعني، لان كان حصل لي ظروف كده شويه تعب وكده وما كملتش. كنت مشارك بردك في بطوله من امتى، اسبوعين كنت انا هناك في الغردقه هناك، وشاركت في بطوله والحمد لله صعدت للمباراه النهائيه وخسرت في ركلات الجزاء. تمام. والله الحمد لله برضك انا معايا يعني كان في مشوار الغردقه دوت كان معايا 18 لاعب، و18 لاعب من 9 سنين 10 سنين 11 و12، يعني طبعا دي ثقه كبيره خالص من اولياء الامور، يعني الثقه فيا اللي انا مثلا يسيب ابنه يسافر معايا 10 ساعات وكده، يعني دي ثقه كبيره من اولياء الامور. طبعا. والحمد لله واحنا هناك كنا في واحنا هناك في لعبنا في هناك اكاديميه اسبانيه المسؤولين عنها مدربين من اسبانيا، شافوا كام لاعب من اللي عندي وكده وعجبوهم، قالوا كابتن محمد اللعيبه ديت هيجي الخبير الاسباني يختبرهم،
في نص السنه ان شاء الله احنا محتاجين اللعيبه ديت من فتره 5 أيام ل 10 ايام في الغردقه. المميز منهم هيسافر اسبانيا. طبعا انا لازم يعني لازم اقف مع الاولاد دولت لان دي فرصه كبيره مش عايزين نضيعها من ايدينا عشان ما نرجعش نندم. عملت اجتماع باولياء الامور، اولياء الامور كلهم وقفوا معايا وما قصروش معايا في اي حاجه والله، والحمد لله يعني ماشيين كويسين الحمد لله. الحمد لله يا كابتن، ودايما بالتوفيق. ويعني بقى لو خدنا كده اطفالنا الجميل، انتوا اطفال ولا شباب ولا اولاد ولا انتوا تحبوا تبقوا ايه؟ طب انتوا اجيال المستقبل بقى. كلمنا عن حلمك كده يا مصطفى، يعني ايه الرساله اللي انت حابب تقولها في يوم في الخير، او ايه هو حلمك او الحاجه اللي نفسك ان هي تتحقق؟ ابقى لاعب كبير، لاعب يعني حلو وليه مستقبل. وطبعا احب اشكر الكابتن محمد قبل اي حاجه، هو ساهم معانا في حاجات كتير. طبعا موضوع اسبانيا دي اكبر من اي حاجه ان شاء الله. نص مدربين مصر حتى بتودي، او يعتبر كلهم بيودوا جوه مصر، اما هو الكابتن محمد بيودي خارج مصر اللي هو اسبانيا، يعني مش دوله قليله، لا اسبانيا. ان شاء الله ان شاء الله. وانتوا قدها وقدود بقى، وهنغني لكم والله وعملوها الرجاله. يلا بقى وهنزع هنا في يوم بالخير، ايه رايك؟ يلا كلمنا بقى انت يا احمد، قول اي حاجه قبل ما نختم اللقاء. حابب في ايه طيب، او نفسك في ايه يا احمد؟ كريم اتكلم، نفسك في ايه؟ اتكلم. عايز تشكر مين؟ طيب وجه رساله شكر لحد. عارف انا هعمل فيك ايه بعد ما نخلص؟ مش عارفه. طب خلي كريم يتكلم. انا بحب اشكر الكابتن محمد اللي هو واقف معانا ووصلنا لحاجه احنا ما كناش نحلم بيها، وربنا يخلي لنا يا رب. وهو بسفرنا اماكن احنا اول مره نسافر فيها. ان شاء الله ان شاء الله، وهتسافروا في اماكن تاني اعلى او اعلى باذن الله. وطبعا بقى يعني الموهبه الجميله، نفسك في ايه يا ندى، او ايه طموحك؟ والله هو اي رسام في الدنيا بيبقى نفسه ان هو يفتح مرسم كبير، يعمل يفتح معرض كبير يعرض رسوماته فيها. بس انا بصراحه انا عايزه افتح مرسم كبير جدا، وان شاء الله ده هحققه بس بعد التخرج بقى باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ندى. في اي رساله لحد ساعدك حابه ان انت توجهي له رساله شكر؟ طبعا مستر محمود ومستر سمير ساعدوني كتير جدا بجد، انا بشكرهم لان هم سبب في وصولي للمكان ده بجد. ان شاء الله يا ندى ان شاء الله، وربنا يحقق لك كل امنياتك طبعا. يعني كابتن محمد، لو حضرتك مثلا تكلمنا في رساله اخيره عن يعني الاطفال اللي مقبلين على لعب كره القدم، او الشباب، يعني ايه النصيحه اللي حضرتك ممكن توجهها لهم؟ والله انا بحب انصح اولياء الامور قبل اي حاجه ان اولادكم يعني كويسين، لازم تكملوا معاهم لان ده مستقبلهم، ومش تحرمهم من حاجه هم نفسهم فيها. يعني انت لازم ولي امر لازم تقف مع ابنك، لازم تقف مع ابنك في موضوع الكوره، ومن خلال الكوره ابنك هيذاكر وهيجيب مجموع كويس. وما تسمعش كلام لاي حد خالص خارج الاكاديميه، واسمع كلام ابنك، ابنك هو اللي شايف في نفسه انا بعمل معاه ايه وبقدره ازاي، وما تسمعش كلام لاي حد. تمام. وانا والله يعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا يعني اكمل مستقبلي في الكوره، وان انا مدرب كبير يعني الحمد لله، والناس كلها تشهد لي بكده. واحب اشكر ربنا سبحانه وتعالى، واشكر والدي ووالدتي، واشكر الكابتن فوزي فاروق بردك الراجل تعب معايا، والكابتن طه حسان، واشكر بردك الكابتنه ندى بردك يعني خريج التربيه الرياضيه بردك مدربه معانا. ويعني واشكر كل واحد ربنا يعني كل واحد وقف معانا، مش عايز انسى حد. ومعايا بردك يعني معايا لعيبه كويسه، معايا مصطفى واحمد وكريم، ده من اللعيبه الكويسه. حتى امبارح كان عندنا مباراه مع اسمنت حلوان، رئيس القطاع عجب كريم وكده، وحب يعني ايه عايز كريم يعني معاه كده، والحمد لله. الحمد لله طبعا. يعني هو ان شاء الله هنوعدكم باستضافه اخرى. طبعا كان معنا فريق اكاديميه الدراويش بمحافظه الشرقيه، كابتن محمد شعبان ابو المجد، والاطفال كريم واحمد ومصطفى، والفنانه التشكيليه الرائعه ندى فرج. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع فقره عن مع الاستاذ صالح حسان صاحب مناحل وخبير بمجال الاعشاب، هيكلمنا عن فوائد العسل وكيفيه استخدامه في علاج التخسيس. انتظرونا وهنرجع لكم بعد الفاصل. لا تمام، خلي الصورة واضحة. ابدأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن علاج بالعسل للتخسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن علاج بالعسل للتخسيس وحرق الدهون. أول حاجة هنتكلم عليها إن إحنا هنضيف ليمون. الليمون مميزاته، يعمل الليمون على تقوية الجهاز المناعة. 2، يحتوي على عنصر البوتاسيوم. 3، ينشط الدورة الدموية للجسم. 4، يعمل على تفتت حصوات الكلى. 5، يحتوي على فيتامين سي. تاني حاجة هنتكلم عنها اللي هو حلف بر. حلف بر يعمل على تقوية العظام. 2، تقوية البكتيريا والفيروسات، تقاوم البكتيريا والفيروسات. 3، يعالج الرب وأمراض الكلى. 4، يعالج مرض النقرس والأملاح. 5، يساعد على فقدان الشهية. ثالث حاجة هنتكلم عنها اللي هي الكتان. هنتكلم على الكتان. الكتان يحتوي الكتان على نسبة الكوليسترول في الدم والتخلص من الوزن الزائد. دلوقتي هنضيف الخلطات بتاعتنا. أول حاجة اللي هي علاج بالعسل، أول حاجة نص كوب عسل، وده عسل نظيف، عسل برسيم. بعد كده هنمسك ليمونة أو نص ليمونة، هندوبها في العسل، ده بيقوي جهاز المناعة. بيقوي جهاز المناعة. بعد كده بضيف معلقة حلف بر. بضيف معلقة حلف بر 5 جرام. بعد كده بضيف معلقة كتان. بعد كده بضيف معلقة كتان. بعد كده ببدأ أدوب الخلطة بتاعتي. قلنا نص كوب أو نص كوباية عسل على معلقة كتان على معلقة حلف بر، ده للتخسيس وحرق الدهون. الخلطة دي يا جماعة خلطة جميلة جدا جدا، هتفيد ناس كتير قوي 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 في الايه، في تخليص الحروق أو الوزن الزائد داخل الجسم. قلنا بقى الحاجات دي أعشاب نظيفة جميلة، دي لحرق الدهون داخل الجسم. خلاص يا جماعة،
كتير بيخنقنا التفكير من كتر النظر لحالنا وحال الغير، فنبدأ نسأل ليه انت غني وانا فقير، ليه انت تنجح وانا واقف في مكاني من غير تغيير، ليه انت مدير وانا موظف للغير. أسئلة كتير بتتعبنا في حياتنا وأكيد بتأثر علينا بالسلب، لكن إحنا ممكن نستبدلها ونقول أنا بخير الحال وده عندي أفضل من أي مال، أنا لازم أطور وأطور نفسي وأكيد هوصل لكل أحلامي من غير محال. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع فقرة بعنوان فلسفة النجاح، اللي بيسعدنا أن يكون في فقرتنا الأستاذ سيد صابر، أستاذ الفلسفة وأخصائي علم النفس ومدرب تنمية بشرية. رحب بحضرتك يا سيد. مروه، اهلا بحضرتك. طبعا حضرتك منورنا اولا في برنامج يوم في الخير. نور حضرتك. وموضوع فلسفه النجاح موضوع اكتر من رائع وكتير جدا نفسه ان هو يبدا، يعني يبدا في طريقه وكده، بس مش عارف ان هو ازاي يبدا. فلو صحيح. بدانا اول حاجه مع حضرتك عن اولى خطوات النجاح. طيب انا بحيي حضرتك طبعا على اختيار الموضوع فلسفه النجاح. ياريت دايما كل الكلام يكون عن النجاح وتكون كل القنوات مصدر طاقة ومصدر تحفيز للشباب وللناس، لأن احنا محتاجين لمصادر متعددة ومتنوعة من التحفيز، وهو ده التحفيز اللي هو يعني دايما بيخلينا فاعلين ومبادرين. النجاح بيبدأ من حاجات كتير، هو رحلة تمام ومصطلح واسع جدا، وانا عايز اشبهه بلوحة الإنسان، علشان يعني في ناس مفكره ان النجاح ده حاجه كده هطلع على المنصه والناس هيسقفوا لي يعني. لكن هو غلط، الفكره دي غلط. النجاح شبه اللوحه، انت بترسم حياتك وبتبقى في كل مرحله عمريه بترسم جزء من اللوحه، واللوحه دي هتفضل ترسم فيها طول عمرك. يعني اللي شغال على نفسه بيصنع ذاته بيفضل ينحت في نفسه وبيرسم في لوحه حياته جزء جزء، وكل ما بيخلص جزء بينتقل لجزء تاني بيرسم فيه، وهكذا بيفضل ينتقل من جزء لجزء ويطور في نفسه وينحت نفسه. بيبدأ منين بقى؟ دي يعني قصة، يعني بيبدأ من التغيير، في ان انا لازم اتغير وابقى مؤمن بان التغيير هو سنة الكون، وان الثبات على رتم واحد او على حاجة واحدة ده معناه ان مفيش تطور، لان التطور يعني تغيير. طبعا. والتغيير يعني النمو، والنمو يعني اي تغيير هو نمو. طبعا. يعني طب لو احنا مثلا خدنا خيط من كلام حضرتك في امرين، اول حاجه حضرتك بتقول انه بتعتبر ان النجاح هي رحله، تمام؟ واحنا عارفين ان احنا يعني واحنا في الرحله دي بنتعرض لكثير من العوائق وكثير من الأشياء مثلا السلبية أو المعوقات، سواء كانت مثلا معوقات داخلية أو خارجية. صحيح. ممكن مثلا إن احنا برضو نصيغ التساؤل بطريقة أخرى، إن مثلا خلاص أنا بدأت إن أنا أتغير، تمام؟ وخلاص هبتدي إن أنا أشتغل وأطور نفسي وكده، إلا إن أنا بقابل أشخاص اللي هم يعني فيما يقال أو معروفين محبطين او سارقين الفرحه. اكيد هنصطدم بالناس دي. ايه بقى هو اول حد الواحد وهو بيتغير وهو في رحله التغيير وفي رحله النجاح وهو بيتطلع الى اعلى ويعني بيغير نفسه من مرحله او من مستوى لمستوى اعلى، اول عائق هيقابله هو نفسه. يعني اول يعني الانسان عدو نفسه، دي يعني نفسه فيها جزء كبير من الحقيقه، هتبقى عائق بالظبط اكبر من العوائق الخارجيه. اكبر ده اكبر عائق بيقف قدام الانسان. يعني لو قلنا مثلا ادينا لحد مثلا تدريب معين، قلنا له اعمل التدريب ده لمده 21 يوم بهدف برمجه العقل او اكتساب عاده جديده، هيلاقي ان هو من غير الاخرين هيلاقي ان اكبر عائق قدامه هو نفسه، هو مش قادر يلتزم ويغير نفسه. فده أول عائق بنصطدم بيه. تمام. بعد العائق الداخلي ده، بعد ما يعني العائق اللي هو يعتبر نفسه أو اللي نابع من ذاته، بيبدأ يقابل بقى الأشخاص المحبطين والمحيطين اللي حواليه، والنصيحة إنه يبعد عنهم، لأن هم مش عاوزينه يتغير ويسيبهم، مش علشان بيكرهوه ولكن علشان مش عاوزينه يتخلى عنهم. تمام. فلما يجي يسيبهم ويطلع لمستوى اعلى، هم مش هيبقوا حابين ده، يا اما علشان بيفكرهم بفشلهم
لما يشوفوه ناجح بيفتكروا فشلهم وده بينعكس على سلوكياتهم معاه وبيحبطوه، يا اما علشان زي ما قلت لك مش عايزينه يسيبهم، مش عاوزينه يتخلى عنهم، مش علشان بيكرهوه. ودايما نخلي النيه الايجابيه هي الاساس في التعاملات ما بيننا. لكن الانسان وهو في رحلته لازم يبقى متعود على التغيير، الصيرورة. تمام. طيب يعني برضو لو خدنا من كلام حضرتك انه حضرتك يعني من رحلة النجاح وكده بنقابل بعض المعوقات وبرضو يعني بيبقى في تغيير، تمام. هنا في شباب مثلا ممكن تسمعنا او ناس بتسمعنا هي بالفعل بتتغير، بس ممكن مثلا حد يتغير يعني بتفكير للأحسن او للأسوأ. للأسوأ هنا او بقى للأحسن. هو كده كده التغيير هيحصل، يعني ده سنة الكون، ده التغيير هيحصل. أنا يعني بدون مقاطعة لحضرتك، أنا السؤال اللي أنا حابة أسأله إن إحنا النهاردة إزاي نوجد القدوة؟ طبعاً إحنا عندنا عارفين إن الشباب بيبقى ليهم قدوة كثير في حياتهم سواء كانت سلبية أو إيجابية، إزاي إن إحنا النهاردة نوجد القدوة الحسنة اللي هي فعلاً هتأثر فينا بشكل إيجابي؟ جميل جداً. هو أنا عايز أقول بس إن التغيير هيحصل سواء إحنا هنعمله او نبقى رد فعل للتغيير، لان ده سنه الكون. يعني فيها يعني فيلسوف قال ان الشيء الثابت الوحيد اللي في الحياه هو التغيير نفسه، يعني تغيير الدنيا كل حاجه بتتغير. فلو احنا ما اتحكمناش في التغيير هنبقى مجرد رد فعل للظروف اللي حوالينا ومجرد رد فعل للتغيير اللي بيحصل لنا. وهنا بقى هيبقى زي الانسان اللي نزل كده في نهر مش عارف يتحكم في وجهته في النهر ده، ممكن التيار يصدمه بأي صخرة أو يرميه على أي شاطئ. فلازم يلاقي مقاديف ويتحكم هو في التغيير. تمام. فهنا بنقول بقى ما تستناش التغيير يحصل لك، أنت اللي خطط ونفذ التغيير عشان أنت اللي تكون مسيطر ومتحكم في التغيير ومتحكم في الوجهة. وده بيبدأ من الهدف، يعني رقم واحد حدد هدف. تمام. الهدف في الحياة ده أهم حاجة في رحلة أي إنسان يعني. القدوة يعني ده بيلعب دور كبير قوي، القدوة، لأن أنا قلت قبل كده يعني في أحد المحاضرات إن القدوة ليها علاقة كبيرة جدا بالدوافع. الإنسان ما عندوش قدوة أو بيفتقد إلى القدوة في حياته بيفتقد إلى الدافع، فلازم الإنسان يلاقي في حياته قدوة في أي مجال من المجالات اللي مهتم بيها. مجرد وجود القدوة والإنسان اللي أنا عاوز أطبق زيه وعايز أعمل زيه ده بيحرك الدوافع الداخلية عند الإنسان وبيخليه يتحفز أكتر إن هو يصحى من النوم ويشتغل، ولو في جهد محتاج يتبذل يبذله بكل حب لأن في دافع. تمام. يعني كده مثلا لو احنا اتكلمنا اول حاجة مثلا اتكلمنا عن التغيير، مثلا برضو الإرادة ووجود قدوة برضو دي بتبقى أسس في يعني في فلسفة النجاح. دي أسس قوية. طبعا. تمام. وتطوير الذات انا عايز اركز، يعني دايما بنصح الشباب ان هو يطلعوا على تطوير الذات والكتب اللي اتألفت في تطوير الذات ومجال تطوير الذات. طبعا انا كتخصصي في علم النفس وفي الفلسفة وتطوير الذات بيجمع ما بين الاثنين، فمهتم بيه قوي، وكنت صممت يعني زي حقيبة تدريبية كده اسمها استراتيجيات تطوير الذات، مجموعة استراتيجيات، لان كل استراتيجية مجموعة خطوات كبيرة يعني. فانصح طبعا بالاطلاع على العلم ده، وبشجع طبعا اي حاجة زي برنامج حضرتك بيبث الطاقة، ومحتاجين احنا مصادر الطاقة دي ومحتاجين التحفيز باستمرار يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ سيد. طبعا يعني احنا عارفين انه الموضوع يعني اكيد هيبقى اطول من كده، وان شاء الله يعني على وعد منا بتكرر الموعد في حلقات اكيد أخرى. طبعا شرفني طبعا عزيزه. وفي النهايه مشاهدينا كان معنا الاستاذ سيد صابر، استاذ الفلسفه وعلم النفس ومدرب تنميه بشريه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع فاصل مع قصيده شعريه للشاعر حسين الدسوقي، وهنرجع لكم مع المستشار طلعت ابو الفتوح سلمان. انتظرونا. قمر إذا بدا وجميل رسول الله النبي المصطفى، غار منه البدر الأصيل فخل سماه نهارا واختفى، تراه بالشهر نصفا عليلا
وكمال محمد لعلته شفا. تراه بالشهر نصفا عليلا، وكمال محمد لعلته شفا. ترى دموع العاشقين تسيل، دموع العاشقين تسيل، إذ حل ببالهم أو هفا. وترى نوره للعاصي سبيل، إذا سلك سبل الهدى واقتفى. ترى نوره للعاصي سبيل، إذا سلك سبل الهدى واقتفى. واقتفى من أثره، من أثره إرث جليل، ما حواه عالم إلا اكتفى. من أثره إرث جليل، ما حواه عالم إلا اكتفى. مدحت وهل يا مدحي كفيل، مدحت وهل يا مدحي كفيل، بوصف نصف جمال المصطفى. فؤادي بشغف إليه يميل، وضعف المدح أراهما كفى. كفاه ثناء ربي والدليل، إنك لعلى خلق مصطفى. كفاه ثناء ربي والدليل، إنك لعلى خلق مصطفى. ليس كمثل خلقه مثيل، وإن لم الله لها اصطفى. سأحبه حب المحب الذليل، لمحبوب أحب حبيبا ما جفا. ففي حبه ثمن ثقيل، جنة الفردوس أغلى وكفى وكفى وكفى. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع المستشار القانوني للمنظمة المصرية الدولية لسفراء السلام والعلوم الإنسانية والمفكر والكاتب طلعت أبو الفتوح سلمان. رحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. طبعا عنوان فقرتنا هي تكملة يعني للمبادرة نعم لتطبيق أو لتجريم عقوق الوالدين، وكمان عن أخطر الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الأبناء للأباء. كما تعودنا البدء بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ثالثا، صباح صباح التفاؤل لصديقي الخلوق الشاعر رأفت حسن، ده صباح موجه له. فلو ما عرفناش نشرب القهوة النهاردة يبقى نشربها بالليل إن شاء الله بإذن الله. فتحية وصباح لك يا أستاذ رأفت حسن. إن شاء الله. ده في البدء. ثانيا، أنا بما إن الفقرة اسمها فقرة بدون محامي، فأنا عاوز أقول كبسولة قانونية سريعة تمام للمشاهد أو المتلقي في هذه الحلقة. تمام. الكبسولة بتقول إن إيصال الأمانة بالإمكان إن يتاخد فيه حكم بالبراءة في حالات كسر. من الحالات دي ان حضرتك لما تروح تشتري حاجات مثلا من تاجر ويمضيك على ايصال امانه، اعتقد ان هذا الايصال لو التاجر رفع عليك قضيه خيانه امانه، اعتقد بنسبه 99.5 او 100% ممكن تاخد حكم بالبراءه. لما حضرتك بتاخد إيصال أمانة على جوز بنتك قبل ما تكتب القايمة ظنا أن هذا الإيصال هو بديل القايمة وحامل المنقولات، أنا بقول لك ما تاخدش إيصال أمانة، لأن لو قدر الله حصل خلافات هذا الزوج يتحصل على حكم بالبراءة رغم أنه وقع ومضى وبصم على إيصال أمانة. هو صحيح، لكن هناك دفوع قانونية يستطيع ان هو ياخد حكم بالبراءه. ده فيما يتعلق بالجانب القانوني.
طبعا يعني جانب هام جدا يعني بحيي حضرتك بصراحة عليه، لأنه من ضمن الحاجات فعلا اللي بتثار واللي فعلا كتير بيسأل عنها. هي لمحة قانونية سريعة، ده موضوع محتاج حلقة يا دكتورة مروة. طبعا لأن في حالات كتير أنا كشخص عادي ممكن ما يكونش متنبه ليها، وممكن أخد وصل أمانة ويتاخد في حكم البراءة. إحنا معنا المداخلة؟ معنا المداخلة؟ ألو؟ ألو صباح الخير. صباح الخير. كل عام وأنتم طيبين، وتحية لبرنامج وتحية لسيادة المستشار الراجل البار بار بوالدي، وأنا أؤيد بكل قوة مبادرته. وأكبر معصية بعد الشرك بالله هي معصية حقوق الآباء الوالدين. القرآن والرسول وصل الوالدين الأبناء بالوالدين، ولم يوصل الوالدين بالأبناء. فتحية سيادة المستشار، وكل راجل ناجح يبقى ليه يبقى أبوه مرادين عنه، والابن الصالح يبقى زوج صالح وأب صالح. فالموضوع عيده بكل قوة، مش جنحة. إلا حقوق الوالدين دي أكبر معصية بعد الشرك بالله. فصباح الخير، وكل عام أنتم بخير ومصر بخير. وأيد الأستاذ طلعت في كل كلمة هو بيقولها بكل قوة وبشدة. صباح الخير صباح الخير يا فندم، وسعداء طبعا بتواصل حضرتك معانا بجد، وفعلا احنا مبادرة اكتر من رائعة، وفعلا تستحق ان احنا كلنا ندعمها. وشكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. في الحلقة ديت يا دكتورة مروة انا عاوز اسجل شكر وتقدير لكل داعم لهذه المبادرة. المبادرة انا مش هقول بان هي انا يعني خدت صدى ما كنتش متوقعه، لا انا مش هقول العبارة دي، لكن انا هقول عبارة ان انا كنت متوقع اكتر من كده في قبول لهذه المبادرة. فانا بسجل كل تقدير لكل داعم. المبادرة يا دكتورة مروة انا في الحلقة السابقة كنت قلت ايه؟ كنت قلت ان الابن العاق انا بعتبره هو شخص ارهابي في الاسرة. ليه؟ الشخص الإرهابي هو بيرهب الآخر بالقوة، هذه القوة قد تكون باستخدام السلاح طبيعي، وبينتج من هذا الاستخدام اعتداء على حرية الآخرين اللي هي قد تصل إلى القتل. ده الشخص الإرهابي. أنا بقول أن الشخص اللي هو عاق لوالده ووالدته هو إرهابي لأعز الناس، هو إرهابي للسبب المباشر لوجوده على الأرض. طيب إذا كنت أنا كإرهابي على السبب اللي خلاني أكون موجود على الأرض، طيب ده أنا أكون إرهابي على الجميع. فالابن العاق لما يبص لوالده نظرة مش طيبة، أنا بعتبر أن هذه النظرة هي أخطر من أي سلاح فتاك. فهذا السلاح اللي هو النظرة إلى الأب أو الأم مجرد نظرة، أنا بعتبر أن هذه النظرة هي صورة من صور الإرهاب. لما يتفوه ويرد برد مش كويس هي صورة من صور الإرهاب. لما يضرب ده منتهى الإرهاب. في حاجة يا دكتورة مروة قبل ما أنسى، فكرة الإرهاب كان زمان الشخص اللي هو مجرم، علم القانون الجنائي في احد مذاهبه صور ان الرجل ان المجرم له صفات جسديه، لكن احنا النهارده اصبح المجرم بعيد عن هذه الصفات، اصبح راجل يعني شيك جدا، مفوه جدا، ولبق جدا، واجتماعي جدا، لكن هو في الاصل قد يكون مجرم. فالعاق اللي هو الارهابي اللي انا بقول عليه مش بالضروره يكون ابن له صوره في أذهان الآخرين إن هو شخص غير سوي في الانضباط في سلوكه، لكن ده قد يكون يرتدي ثوب سيدنا أبي بكر الصديق. يعني ممكن يكون بره بيته إنسان لين هين طيب، لكن في وجوده في بيته مع والده ومع والدته ومع أخواته بيكون في ثوب شعبان. طيب يعني أنا لو سألت حضرتك سيادة المستشار،
ظاهرة زي كده، تمام، ظاهرة العقوق، هل احنا النهاردة يعني الأفضل من وجهة نظرك ان هي مثلا تتعالج مثلا او يبقى في توعية فيها بالسلب ولا بالإيجاب؟ بمعنى يعني مثلا بنشوف مثلا في المسلسلات او بنشوف مثلا في الأفلام انه الابن مثلا ازاي بيتعامل مع يعني ابيه مثلا او والديه مثلا بالعنف، هل ده يأثر اكتر ولا احنا مثلا لو عرضنا بقى النموذج الإيجابي انه مثلا ولد فاضل وبيتعامل مع يعني مع الاب او الوالدين بطريقه حسنه، فالنموذج هنا اللي بيتصدر مثلا على الشاشه، ايه يعني من وجهه نظر حضرتك ايه اللي المفروض يبقى غالب؟ هل ان احنا نعرض الواقع زي مثلا ما بيتقال احنا عايزين نعرض الواقع بس نعرض الجانب السلبي بس، ولا نعالجه برضو باظهار القدوه الحسنه للشباب؟ أولا هذا السؤال فيما يتعلق بكيفية الإعلان عن البر. هذا الإعلان لن يتم عبر وسائل الإعلام، لكن هو يبر يعلن في العلاقة الأسرية. العلاقة الأسرية بين الأب وبين الابن وفي البيت، ده ابتداء الإعلان عن البر. لكن فيما يتعلق بموضوع الإعلان والمسلسلات، فأنا شايف إن أنا كمنتج أو كمؤلف لما بكتب فيلم أو رسالة أنا بقول أنني صاحب أمانة. لما أكتب أفكار جاذبة للجمهور عن موضوع هابط فيه الإبن بيحرق والده وفيه الإبن بيضرب والده وفيه الإبن بيشتم والده، هو ممكن وجهة النظر تتقال انه ان انا بقول الواقع، يعني بعبر عن الواقع اللي موجود بالفعل. هذا الواقع انا كشخص موجود فيه، لا تعبر عني، انا غلط، ما تعبرش عني، عبر عنك انت. بالظبط، يعني انا النهارده غلط ولا انت بتعبر عني ليه؟ ما تعبر عنك انت، اذا كنت شايفني غلط فما تعبرش عني، عبر عنك وعن سلوكك. وبالتالي أنا بتهم المنتج وبتهم المؤلف وبتهم أي شخص يخرج بر الوالدين ويخرج الجريمة على أساس إن ده الطبيعي. لا، ده مش طبيعي. الطبيعي إنك أنت تبقى طبيعي، وعشان تبقى طبيعي لازم يكون موضوعك يقبله العقل والدين. يعني أنا النهاردة موجود في الحلقة وحضرتك الدكتورة مروة، هل نستطيع ان احنا نقول كلام يجذب الجمهور وخلاص؟ لا طبعا، لا طبعا. فانا بعبر عني وحضرتك بتعبري عنك، فكل واحد بيعبر عن نفسه يا دكتورة مروة. تمام، طبعا احنا في النهاية بنشكر حضرتك جدا، وطبعا يعني على التقرر بالموعد بإذن الله. كان معنا المستشار القانوني للمنظمة المصرية الدولية لسفراء السلام والعلوم الإنسانية والمفكر والكاتب طلعت أبو الفتوح سلمان. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع مع آخر فقراتنا مع الباشمهندس عبد الكريم سليمان صاحب مصانع العالمية لتصنيع الأساس، انتظرونا.
حكايتنا النهاردة حكاية إنسان قرر إنه مستحيل يعيش من غير أحلام، كانت بتواجهه كتير صعوبات في حياته وناس من زمن الإحباطات تقول له يعني أنت هتغير اللي فات، إلا إنه قال أنا لازم أغير وأتغير لأني باختصار اتولدت مخير، وطول ما الأمل جوايا يبقى أكيد هوصل للنهاية وهقدر بإيدي هكتب مليون حكاية ورواية. معنا ومعكم باشمهندس عبد الكريم سليمان صاحب مصانع العالمية لتصدير الأساس تصنيع الأساس. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس. طبعا حضرتك شرفتنا قبل كده في لقاء، بس طبعا يعني وإحنا وعدنا حضرتك بتجدد الموعد، أنا حابة يا مهندس ان انا النهارده اسالك اول سؤال عن يعني ازاي اتجهت للحرفه دي او اتخذت يعني اتخذت الطريق ده والله من امتى وازاي؟ والله كانت بالنسبه لي في الاول اللي هو هوايه، كانت بالنسبه لي هوايه اللي هو كنت طفل لسه صغير، ف كانت هوايه بالنسبه لي رغم ان هي كانت مسببه لاهلي، كانت مسببه لي مشاكل مع اهلي، اللي هو إيه انت كنت والدك شايفك في مكانه تانية خالص وانت شايف نفسك في مكانه تانية خالص، اللي هي صناعه الاساس، اللي هو طفل كنت لسه صغير رايح المدرسه شايل شنطته على كتفه، اول ما يبص كده على اي ورشه كده يلاقي حته خشب محطوطه قدام الورشه، يرجع يلاقي كومودينو، اروح المدرسه الصبح ارجع الاقي حته نفس الخشبه هي قلبت سرير. تمام. طيب معلش انا بعتذر لحضرتك، ممكن هنطلع فاصل مشاهدينا وهنرجع لكم. رجعنا لكم تاني مشاهدينا، طبعا بعتذر لحضرتك، اتفضل كمل. والله مبدئيا انا عبد الكريم سليمان مولود المنصوره مركز ذكرنس. مبدئيا ده كانت هوايه بالنسبه لي من صغر سني، من طفولتي، اللي هو كان شاب انا كنت طفل لسه، فكانت بالنسبه لي هوايه ان انا رايح المدرسه اول ما ابص كده على محل مثلا اشوف قدامه حته خشبه قطعه خشبيه، فكانت بالنسبه لي ان انا القطعه الخشبيه دي ارجع من المدرسه وانا جاي من بشنطه المدرسه مثلا ارجع الاقيها مثلا وليكن سرير، ثاني يوم الصبح رايح المدرسه ارجع الاقي مثلا قطعه خشبيه كانت محطوطه الصبح اتقلبت كومودينو، فكان الموضوع بالنسبه لي كان هو حلم، اللي هو الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتفكر في ايه؟ فاتطور معايا الموضوع ان انا بدات ان انا اعمل من مصروفي اجيب شويه مسامير واجي اخر النهار كده مثلا انا اعدي على الورشه الاقي مثلا فيها شويه فضل اعمل جمعت كوميدينو، فالكوميدينو ده اخدته فروحت بيه المدرسه، فكان اول مواجهه ليا او اول نجاح ليا انه استاذي كرمني قدام زمايلي، ففي اليوم ده ان اصحابي كلهم بقوا يلقبوني بالمهندس من صغر رغم 10 سنين يقولوا مهندس مهندس. احنا طبعا يعني اكيد تحيه لكل مدرس وكل معلم وكل حد بيشجع تلاميذه على فعلا المواهب، تحيه فعلا لي. انا حابه ان انا اسال حضرتك يعني لو احنا النهارده بنسال على مصانع العالميه او مصنع العالميه، ايه اللي بيميزها عن باقي المصانع في هذا المجال؟ الخامات، مبدئيا الخامات عندي انا بالنسبه لي اللي هي اللي بيميزني عن اي حد ان انا مش بحب اشف، مبدئيا حته ان انا اشف كده على ورقه او عميل يجيب لي مثلا سكرين شوت او يخش مثلا على سيرش يكتب مثلا موبيليا تركي، انا بالنسبه لي حته ان احنا نشف دي ده مصيبه مصيبه، ان مصر بتشف النهارده من الدول اللي بره، لا ده الدول اللي بره كانت الاول بتشف من على مصر، فانا بالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي كانت بتقابلني وجهات صعبه اللي هو وليكن مثلا اللي هو الشف، وتاني حاجه اللي هو مفيش عده عندي، مفيش امكانيات، فبالنسبه لي كنت لازم معايا فكره ومفيش امكانيات، فبالنسبه لي كنت بلعب على الوتر ده، انا معايا الفكره لازم اعمل منشار، بدات ان انا اعمل منشار، كان معايا قطعه خشبيه بقيت اجمع قطعه خشبيه، اشتريت موتور من عند الكهربائي، شفت السلاح بيتباع فين، بدات اركبه، بدات ادور العجله، بقى معايا منشار، بقى معايا فكره، بدات بمنشار صغير، بدات معايا الفكره واحده واحده، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى واقف جنبي بفكرتي بعملي بمجهودي بتفكيري كله حطه في المجال الاساس ده. فهو الموضوع بالنسبه لي مش صعب لان هي هوايه، اللي في فرق لما يكون في هوايه وفي فرق لما يكون ده صنع انت بتجري وراه عشان المال، لا انا بالعكس انا عمري ما جريت ورا حاجه عشان المال، علشان هي يعني حرفه مثلا وحضرتك حاببها وكده فحابب ان انت تطور فيها. هي بالنسبه لي زي كليه زي مدرسه بتعلم فيها طول حياتي، حياتي كلها للمهنه دي،
حياة حياته كلها لإسعاد الآخرين. طيب يعني لو آخر حاجة معلش سريعا، لو جينا تكلمنا على رسالة حضرتك اللي تحب أن أنت توجهها يعني للشباب عموما وللشباب اللي عايزين يسلكوا نفس المهنة أو الحرفة دي. والله هو مبدئيا أي كلمة للشباب، أنا مبدئيا عندي 27 سنة 28 سنة، يعني أنا كده عندي 28 سنة. أنت حضرتك واقف ليه؟ أنت حضرتك واقف ليه؟ عندك 35 سنة ومنتش شايف ان الوقت عدى؟ قوم قوم انهض بنفسك، ما توقفش، ما تخليش اي احلامك توقفك. فشلت ارجع تاني، فكرة فشل هاخد الفشل ده هرمي ورا ظهري، الفكرة هقدم بيها، كل ما هقدم بالامام ما اخد الفشل هتعلم منه، فعندي خلل لازم اتعلم منه. كل ما هنجح هتقدمني 3 خطوات قدام، هفشل 10 مفيش اي مشكلة، اتعلمت سنة في الثانية في الثالثة. الطفل لما بيجي يكتب على ورقة ما بيجيبش القلق الخط من اوله لاخره، لازم في كده خبطه كده ان انا بتعلم منها. طبعا يعني بصراحه يعني والله فعلا انا بتكلم بجد، تشبيه اكتر من رائع، وفعلا اكيد اللي هيوصل بعد 5 سنين هتشوفي. بعد 5 سنين معلش انا اسف، بعد 5 سنين انا عايز الشاب المصري بدل ما يخش يكتب سيرش وليكن مثلا موبيليا تركي، باذن الله باذن الله لازم اغير الفكره، انا ما بغيرش الكون مبدئيا، بس لازم اغير الفكره اللي هو يكتب موبيليا مصري ان شاء الله. لان شاء الله اول نحت مصري، اول نحت كان في مصر طبعاً، اول طبعاً. حاجه كانت خشب، من المماليك وتركوا لنا حاجات او اجدادنا تركوا لنا حاجات، حاجه هايله بصراحه. طبعا طبعا، واحنا بنضم صوتنا طبعا لصوتك، وبجد شرفتنا جدا باشمهندس عبد الكريم سليمان صاحب مصانع العالميه لتصنيع الاساس. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، وطبعا مشاهدينا الوقت فعلا بيمر معاكم بسرعه، وان شاء الله انتظرونا الخميس القادم في حلقه مثيره جدا من حلقات برنامج يوم في الخير. وطبعا بنتلقى اي اتصالاتكم على رقم تليفون البرنامج وعلى صفحتنا على الفيسبوك. وفي النهاية نحب نقول إن يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير. يوم في الخير بكرة أحلى والدنيا لسه بخير. يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير بحفظ الله.